دكتور هشام، طب الأورام في تقدم رهيب، إيه أحدث تصحيحات علاج الأورام وإيه النصيحة اللي بتوجهها للمرأة العربية للكشف المبكر عن سرطان الأورام؟ يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي الأورام تمثل يعني مرض الناس بتخاف منه، هذا الخوف بيخلي الستات ما بيقدروش يروحوا ويكشفوا. رسالة مهمة جدا انها ما تخافش، ان احنا نعرف نوصل هذه الرسالة من الاطباء، بس ما بنقدرش قوي، لازم يكون في نجم محبوب او نجم عالمي يقدر يقول لها ما تخافيش، ده ممكن يتعالج. الكلمة بتتكرر كذا مرة فما بتحسش انها معزولة عن العالم. الحاجة بقى المهمة للغاية ان 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 الكشف المبكر ده بيؤدي الى نسب شفاء تصل الى تقريبا 100%، ان احنا ما نخافش خالص، لان الثدي ما عادش بتشيل، احنا خلاص بنشيل جزء صغير جدا جدا من الثدي في تقريبا 99% من الحالات. الامال الجديده والعظيمه اللي الحمد لله كشفنا عنها في هذا في المؤتمر الدولي العاشر لاورام الثدي والنساء هو ظهور القوه الضاربه الرابعه للاورام، وهي العلاج المناعي اللي ادى الى نسب شفاء عاليه للغايه بالمقارنه بالعلاج الكيميائي في بعض الحالات مثل اورام الرئه والمخ والخلايا الصبغيه للجلد والكلى، مما ادى الى اثار جانبيه اقل ونسب شفاء اعلى. وجود موسيقار عالمي زي جورج زنفير في مصر، وهدف الهدف من هذه الحملة توعية ودعم لمرضى السرطان في مصر والعالم العربي، هو رسالة ان احنا الناس ما تخافش، السيدات ما يخافوش ان هم يروحوا يكشفوا. العالم كله بيتكلم في هذا الموضوع، فهي ما تخافيش، مش حاجة مش هتخلي ليكي مستخبية. الكشف المبكر والوقاية حسب منظمة الصحة العالمية بيقلل حدوث السرطان بنسبة تصل ل 40%. احنا عندنا 115,000 حالة جديدة كل سنة، يعني حوالي 13 حالة جديدة في الساعة، كتير جدا، فاحنا ممكن بالوقاية دي نقللهم 40%. الوقاية بثلاث حاجات نقدر نقولهم عشان بس ما ننساش: واحد، ان احنا نقلل التدخين، اثنين، او يعني نمنع التدخين، اثنين، ان احنا نحافظ او نمنع السمنة. السمنة هي السبب الرئيسي التاني للسرطان في العالم. وبالتالي زي ما حضرتك قلت كده، التغذية السليمة مهمة للغاية، والرياضة مش هيخلي شكلك كويس ولا شكلك كويس بس، ولكن هيقيق من امراض كثيرة جدا جدا وعلى رأسها السرطان. الحاجة الأخيرة هي البعد عن الفيروسات أو معالجة الفيروسات اللي ممكن تسبب السرطان، زي فيروس سي، فيروس بي، والفيروس الحليمي للأورام. كل هذه العوامل تقلل حدوث السرطان. أخيرا دكتور، إزاي نقدر نتغلب على تكلفة علاج مرض الأورام أو السرطان المكلفة للغاية؟ ده سؤال رائع ومهم. فعلا التكلفة بقت عالية جدا، لأن احنا مقصرين في المنطقة العربية في البحث العلمي، لازم يكون لنا بحث علمي بتاعنا، لازم احنا، عشان كده برضك هذا المؤتمر بيعمل زي شبكة من العلماء في مصر والعالم العربي والدول الأجنبية، بحيث ان احنا يبقى لنا البحث العلمي بتاعنا اللي يخلينا نقدر نعمل علاجنا أو دوائنا اللي احنا نقدر نعمله. في لغايه ما نعمل هذا الكلام ان لازم نضغط بقى بكل ما نستطيع بحيث ان الادويه تكون في المتناول. الحقيقه في بعض الضغط من بعض الجهات بحيث ان هذه الادويه برغم انها عاليه جدا احنا هنقلله بحاجه اسمها بيشنت سبورت بروجرام، ان هو زي المسؤوليه المجتمعيه لحتى الشركات دي، ده اللي احنا بنحاول نضغط فيه، ان هم عارفين ان القدرات الماديه للمرضى في مصر ضعيفه، بيعملوا حاجه اسمها دعم للمرضى، بالتالي هو ما بيقللش سعر الدواء ولكن بيدي أدوية مجانية مع كل جرعة، وبالتالي التكلفة نفسها بتقل بصورة ضخمة. احنا زي ما احنا قلنا ان العلاج المناعي بقى حاجه من الحاجات المهمه للغايه، وبالتالي مناعه الجسم بتعتمد على حاجات كتيره جدا، منها الحاله النفسيه للانسان. الحاله النفسيه للانسان مهمه للغايه في دعمه وقدرته على مكافحه الورم. انا دايما بشبه الورم زي عدو، العدو ده باول ما يلاقيك ضعيف بيسيطر عليك، لو انت قوي في كل حاجه بقى نفسيا وجسديا، بتلعب رياضه وبتاكل كويس وتاكل هيلثي، احتماليه ان هو يحصل لك ضعيفة للغاية. وبالتالي الحالة النفسية مهمة جدا 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 في تحسين نتائج العلاج. من الحاجات المهمة للغاية في علاجنا لحالات الأورام حاجة ما يسمى بالكواليتي اوف لايف، أو نوعية أو جودة الحياة. عشان كده بنختار العلاج المناسب لكل السيدة بحيث ان هو يكون مؤثر جدا وأثاره الجانبية قليلة جدا قدر المستطاع، عشان نحافظ على جودة حياة هذه السيدة. لا، العلاج بالمزيكا ده طبعا لسه لم يعني ما فيش اثبات لهذا الموضوع. احنا بنقول الموسيقى تساعد
في تحسين جودة الحياة، بتساعد في تحسين الحالة النفسية للسيدات، وبالتالي ده زي ما احنا مهتمين جدا زي ما حضرتك شايف بان احنا في البحث العلمي وان احنا نحاول نصل الى أدوية حديثة وقوية تؤثر على الأورام، برضك مهتمين جدا بتحسين نوعية الحياة للمرضى بصورة ضخمة، وده مهم جدا. احنا مهم ان احنا نعيش حياة رائعة، وبرضك ربنا يمد في عمر المرضى جميعا ان شاء الله.